بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أخوكم مادن العتيبي، معلم سابقا قبل الحادث، الآن مساعد أخصائي علاج طبيعي في مدينة السلطان الإنسانية. تعرض لحادث مروري أدى إلى بتر رجلي الثنتين من فوق الركبتين. تأهلت في مدينة السلطان الإنسانية، والآن لله الحمد مساعد أخصائي في مدينة السلطان الإنسانية. أقوم بالدعم النفسي للمرضى ذوي الفتور ولجميع المرضى ذوي الإعاقة. كذلك أي طريقة للعلاج أو للمساعدة لجميع المعاقين في مدينة السلطان الإنسانية أتشرف بها. تابعوني عبر السلطان.